مرحبا. كتار بيعملوا دايت ليحافظوا على لياقة جسمهم، وأول شي بينصح فيه أخصائي التغذية هو التخفيف من أكل الشوكولا. بس الشوكولا كتير طيب ومفيد لنا وللبيئة كمان. بعد ما يتصنع الشوكولا بيترك فضلات بتبقى من دون استعمال، لهيك قرر الإنجليز يستعملوه محل البنزين بعد ما يخلطوا بقية الشوكولا بالزيت النباتي، وهيك بيوفروا استعمال النفط وبيخففوا من تلوث البيئة. بالعودة لطقسنا، طقس شتوي مستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الحرارة معتدلة على الساحل ومنخفضة فوق الجبال، الرطوبة متوسطة، رياح عادية، البحر متوسط الموج وحرارة 118 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئياً مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة على المرتفعات وبالداخل، بينما بيستقر على الساحل. كما منحذر من خطر تكون الجليد على المرتفعات بساعات الليل والفجر الأولى. وهلأ منبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 7، على المرتفعات 3، بالبقاع 4 تحت الصفر والأرز 5 تحت الصفر، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل ببعض المناطق اللبنانية 11 ببينو، البحصة 17، معاد 16، مان مخايل 16. ننتقل من بعدها إلى مارون الراس 11، حاروف 11، جون 8، الرابي 14، النوبين 4، والمعاصر 14. أما الرطوبة فبتتراوح بين 60 و80%، حرارة سطح الماء 18 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. الرياح عم بتكون جنوبية شرقية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين فمنشوف سوا. لليلة 7 أدناها أقصاها 16، نهار التنين بتتراوح بين 8 و17، ونهار الثلاثة بين 9 و18. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 11، دمشق 13، والقدس 11. مننتقل من بعدها إلى الجزائر 15، وتونس 14، ومننهي مشوارنا ببرلين حيث عم بتسجل 4. وهيدا كان كل شي. باي.